تم التوقيع يوم الأربعاء بسوتشي على اتفاق لبناء مركب للبتروكيماويات بالمغرب بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار أورو، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا إفريقيا. وأفادت شركة ميا إنرجي في بلاغ لها بأن هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للشركة يوسف العلوي ورئيس بنك التنمية الروسية دانييل ألغوليان ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساغوف يهم بناء مصفات باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يندرج هو أيضا في إطار نهج يحترم البيئة ويمكن المملكة من المساهمة في تنظيم إيمو 2020 الذي يتضمن التخفيف من انبعاثات الكبريت والذي وقع عليه المغرب في إطار التزاماته بقمة كوب 22 بمراكش. وأبرز البلاغ أن الشركة المغربية ستقوم بتطوير وإنجاز المشروع بشراكة مع مختلف الفاعلين الروس في المجال والذين سيوفرون الخبرة والتكنولوجيات والمعدات الفعالة لتمكين المملكة من تأكيد ريادتها الطاقية بالقارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي. وأشار المصدر ذاته إلى أن المصفات التي ستنجز في إطار هذا المشروع ستتوفر في المرحلة الأولى على طاقة للتكرير تصل إلى 100,000 برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب 200,000 برميل في اليوم. وأضافت الشركة أن هذا المشروع سيمكن أيضا من خلق العديد من فرص الشغل المباشرة والغير المباشرة خاصة بشمال المملكة والاستفادة من تجهيزات ميناء النادورة غرب المتوسط. وافتتحت أشغال منتدى روسيا إفريقيا الاقتصادية المنعقد في إطار قمة روسيا إفريقيا يوم أمس الأربعاء بسوتشي تحت شعار روسيا إفريقيا اكتشاف إمكانيات التعاون خلال جلسة ترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفة رئيسا للاتحاد الإفريقي والعديد من رؤساء الدول ووزراء ومسؤولين أفارقة. فشلت جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري في إقناع روسيا بضرورة حضور جبهة البوليساريو الانفصالية للقمة الإفريقية الروسية التي انطلقت يوم أمس الأربعاء في مدينة سوتشي. وكشفت مصادر أن جنوب إفريقيا عبر مندوبها الدائم بمجلس الأمن حاولت إقناع الروس بضرورة توجيه الدعوة أيضا إلى زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، لكن كل محاولات بريتوريا باءت بالفشل بفضل يقظة الدبلوماسية المغربية. مصادر سابقة أوضحت أن عدم حضور البوليساريو في القمة الروسية الإفريقية على غرار قمة الصين إفريقيا وقمة الهند إفريقيا يأتي لأن هذه القمم تنعقد خارج الشراكة مع الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الكيان الانفصالي. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح القمة الروسية الإفريقية أن روسيا تريد أن تضاعف مبادلاتها التجارية مع القارة السمراء كحد أدنى في السنوات الخمس المقبلة. وقال في الجلسة العامة للقمة التي بدأت في سوتشي جنوبي روسيا أمام عشرات رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من ضمنهم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، نصدر حاليا ما قيمته 25 مليار دولار من المواد الغذائية، وهو أكثر مما نصدره من الأسلحة التي تشكل 15 مليار دولار. وأضاف بوتين نحن قادرون على مضاعفة هذه التبادلات كحد أدنى خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة روسيا مع إفريقيا. وأورد الرئيس الروسي أن التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية بلغ العام الماضي نحو 20 مليار دولار، إذ استفردت مصر بحصة 40% منها. وزاد المتحدث أن موسكو قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار كانت مستحقة على الدول الإفريقية لصالح روسيا في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الديون على كاهل هذه الدول. كما أكد بوتين أن روسيا تعتزم تعزيز وجودها في القارة الإفريقية معتبرا إياها قارة واعدة، وقال إن حجم الاقتصاد الإفريقي سيصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.
ويخطط الروس إلى رفع الصفقات العسكرية تجاه القارة الإفريقية، إذ كشف المدير العام لشركة روس أوبورون إكسبورت الروسية ألكسندر ميخيف يوم أمس الأربعاء أن روسيا تخطط وفقاً لنتائج العام الحالي لتزويد إفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته 4 مليارات دولار. وأضاف المسؤول الروسي في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية خلال القمة: إننا نخطط بالنسبة للعام الحالي لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته حوالي 4 مليارات دولار إلى الدول الإفريقية. وشهدت العلاقات المغربية الروسية تطورا لافتا منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى روسيا سنة 2016، إذ ارتفعت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة تشمل التعاون الدبلوماسي والمعاملات التجارية والاقتصادية والجانب الثقافي والسياحي أيضا. أماط وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح اللثام عن مشروع للربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا والسنغال، مشيرا إلى أن كل الأطراف مهتمة بهذا المشروع لأن فيه فائدة كبيرة جدا. عزيز الرباح كشف على هامش مشاركة ضمن الوفد المغربي المشارك بقمة روسيا إفريقيا المنعقدة بمنتجع سوتشي الروسية أن هناك مفاوضات لإطلاق هذا المشروع في القريب العاجل، داعيا إلى الإسراع في ذلك حتى يكون الجميع رابحا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأطراف كلها مهتمة بهذا الربط وفيه فائدة كبيرة جدا، خاصة في ظل التحول الكبير الذي تعرفه موريتانيا والسنغال والمرتبط بإنتاج الغاز في البلدين، معربا عن اعتقاده أن ذلك سيوجه التعاون الطاقي بين المغرب وهذه الدول، كما سيمكن هذه الدول من أن يكون لديها إنتاج كهربائي. وحول علاقات المغرب الاقتصادية مع الدول الإفريقية، أكد عزيز الرباح أن المغرب ومنذ عودته بقوة إلى الاتحاد الإفريقي عمل على المساهمة في مؤسسات الاتحاد وفي التطور الإفريقي وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في مجال الطاقة، لافتا إلى أن المغرب هو ثاني دولة إفريقية تستثمر في إفريقيا، حيث تستثمر المملكة في أكثر من 22 دولة إفريقية في المجال المالي وفي مجال البنوك والتأمينات والبنى التحتية وفي المجال الفلاحي والبناء وفي المجال اللوجستي ومجال الاتصالات والطاقة والمعادن. وأضاف وزير الطاقة والمعادن بأن المغرب حاضر في أكثر من 22 دولة، مؤشرا إلى بعض الشراكات التي وقعتها المملكة مع إثيوبيا وكينيا ونيجيريا في مجال المعادن والفوسفات والأسمدة والطاقة والطاقات المتجددة، مؤكدا أن المملكة مهتمة بتعزيز هذه الشراكة الإفريقية لأنها تحتاج لهذه الشراكة، نظرا لأن السوق الإفريقي هو سوق واعد وهناك مؤشرات تدل على أن إفريقيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل وأصبحت قبلة والجميع مهتم بها، والدليل هذا المنتدى وهذه القمة الروسية الإفريقية وقبلها قمة صينية إفريقية وقبلها قمة يابانية إفريقية وقبلها قمم أخرى، الكل يتحول نحو إفريقيا وسيكون لها مساهمات في هذا التحول الإفريقي من خلال منطق رابح رابح ومن خلال الاستثمار والتبادل التجاري العادل والتعاون على مستوى الخبرات بين المغرب وإفريقيا ومن خلال خلق رابط بين الشركات المغربية والإفريقية، كل هذا يأتي لصالح الاقتصاد المغربي والاقتصاد الإفريقي. وأكد وزير الطاقة والمعادن إن الهدف الأكبر من المشاركة في قمة روسيا إفريقيا هو أن يصبح المغرب محطة لوجستية للطاقة الروسية لكي تتوجه إلى الأسواق القريبة وخاصة السوق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية التعاون المغربي الروسي المستند إلى الشراكة الاستراتيجية التي وقع جلالة الملك محمد السادس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعتبر قاعدة للانطلاق في مشاريع مهمة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الشراكة السياسية، مشيرا إلى أن روسيا لها تجربة في الطاقة في المغرب لأنها كانت أول بلد قامت شركتها بإنتاج أول محطة طاقة للكهرباء، وما زالت العلاقة إلى الآن في مجال الصيانة قائمة.